ضمن خطته الرامية لإسناد مؤسسات التعليم العام والعالي بالبلاد. ومن مدرستي الفردوس الأساسية بنين وبنات بمدينة كوسي، بدأ الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية النيل الأبيض في توزيع أكثر من 2000 وجبة مجانية على تلاميذ مرحلة الأساس بالولاية، خطوة تتبعها مشروعات أخرى دعما لمرافق التربية والتعليم بالنيل الأبيض. هذا البرنامج برنامج إسناد التعليم العام، الغرض الأساسي منه استخدام استهداف الطلاب الفقراء في المدارس الطرفية. وبدأنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بوجبة لعدد 2000 طالب وطالبة في مدرسة الفردوس ألف والفردوس باء، وحيستمر هذا البرنامج إن شاء الله سبحانه وتعالى ويتعمم التجربة على مدارس الولاية الأخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في المستقبل القريب. الهدف الأساسي منه منع التسرب في المدارس واستهداف الطلاب الفقراء وسد الثغرة على مستوى التعليم العام كإسناد. إبداع وطني يتجلى في تقديمه هؤلاء الطلاب مع ظروف اقتصادية قاسية يعيشها الكثير من رصفائهم في عدد من مدارس الأساس بالولاية، ليأتي الدعم الغذائي الجديد من ديوان الزكاة لإسناد التعليم وإحداث نوع من الاستقرار الأكاديمي والاجتماعي في مؤسسات التعليم العام بالنيل الأبيض. نحن في ديوان الزكاة لدينا يعني إسهامات في هذا المجال كبيرة، وعندنا نساهم في وجبة الطالب ونساهم في الزي المدرسي. هم ملامح خطتنا انه حيكون عندنا افطار للطلاب الفقراء خاصة، نحن طبعا نهتم بهذه الشريحة، شريحة الطلاب الفقراء، ولكن عاوزين نقدموا لهم الخدمة بصورة يعني تحفظ لهم كرامتهم. ويأتي مشروع الوجبة المدرسية للفقراء من الطلاب في وقت أكدت فيه السلطات المختصة على إصلاح بيئة التعليم، بجانب تشجيع مبادرات قد تسهم في إسناد التعليم بما ينعكس خيرا وبركة على العملية التعليمية. من دورنا في التربية والتعليم نسمي هذا الدور، وبدورنا أيضا نقوم بإعلاء الدعم الاجتماعي لهذه الحملة، بحيث أنه دعم وجبة المدرسية هو هم اجتماعي يشارك فيه صندوق القومي لدعم الطلاب والخيرين من أهالي بحر أبيض. ودعا مختصون إلى أهمية إطلاق مبادرات بناءة بهدف توفير سبل الرعاية الكريمة لهؤلاء الطلاب الذين فقدوا الرعاية والاهتمام ويحتاجون للدعم اللازم، دعم قد يسهم في زيادة تحصيلهم الأكاديمي علما ومعرفة. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوسي.